يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في نوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم عند هجرته إلى المدينة، هل في ذلك شبه بصاحب عيسى عليه السلام الذي اختار إلقاء الشبه عليه؟ نعم، هو قصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع الكفار مثل قصة عيسى مع اليهود. الكفار تآمروا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله وجعلوا يترصدون عند الباب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن ينام على فراشه، فهذا فيه فضيلة لعلي رضي الله عنه، ما في شك أنه فدى بنفسه وأنه صبر على خطر القتل، لا شك أن هذا فيه فضل. ثم إن خروج محمد صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم لا يشعرون مثل رفع عيسى عليه السلام من بينهم وهم لا يشعرون. نعم.